have a baby, have a baby by me, baby. Be a millionaire, have a baby by me, baby. Be a millionaire, have a baby by me, baby. انت زوير الزفت انت غير المحطة ولا اقفل على الهبل اللي شغال ده. اقفل وكيف الناس عم بتتفرج يا معلم قعيدي. يا ولدي هم ثامين حاجة من الرزع ده، هاتلهم مصارعة. يعني هالمصارعة اللي مش رزع. حاضر حاضر. ليه شايفني عيلة؟ لا ليه يا عم انت مكان؟ استغفر الله العظيم. انت جزمة اللي اسمك زوير، قلت لك اتنايل واقفل على في ناس زفت دي. ليه مش من عندينا يا معلم قعيدي؟ مش من عندينا؟ امال مين ايه؟ يا اهلا يا اهلا بالرجاله، اتفضلوا. دورتوا البلد كلاتها. اتفضلوا اتفضلوا يا وساء. وعندك 47 اب للرجاله. ويلكم من مزاريطه. My name is Hadris. We need to go to the mayor's house. Welcome in Mazarita. Can you take us to the house of the mayor, Johnny? Sidoni. Johnny. Yes. You know Johnny. يا عم الحاج عايزين نروح لجوني، هتعرف تودينا ولا نسأل حد تاني؟ أيوة طبعا عارف. سيدوني دي My boyfriend. الواتو اللوكو يا سي. الانتيم. طيب هتعرف تودينا يعني؟ ايوه طبعا اوديكم. ليتس جو ليتس جو. كاكوف كاكوف تيك ام تيك كاكو. ما التكييف شغاله زي الفل اهو يا باشا، وساقع وسخت. امال جبت التكييف ده ليه؟ وانت مال اهلك بتتحشر في خصوصيات الناس ليه؟ انت راجل جاي تركب التكييف وبس. عموما انا هرمي التكييف ده علشان الفريون بتاعه عدو للبيئه بيلوثها، وجبت ده لما عرفت ان شركتكم بتبيع التكييف الفريون بتاعه صديق للبيئه. الا صديق للبيئه يا باشا، ده انتمي للبيئه. واضح انك جاي تروش. في ناس في ايه يا هدرس؟ في ناس عايزينك يا سيدوني. ناس مين دول؟ 50 سنت ودمعته. 50 سنت دوسيبا لايك اتس يور بيرث داي. دوسيبا لايك اتس يور بيرث داي. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a card like it's your birthday. And you know we don't give a fuck cause that's your birthday. You find me in the club, bottle full of bub. But mommy, I got the eggs, I'm getting to taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the eggs, I'm getting to taking drugs. I'm into having... What's up? Yeah, what's going on, fool? What's up, man? Yeah, yeah. What's up? I miss my homies. Whatever, loser. إيه بقى؟ أنتوا جيتوا مصر عشان إيه؟ سياحة ولا فنادق ولا إيه بالظبط؟ No man. إحنا جايين هنا في شغل. Oh. Let me guess. جايين عشان سيزون الانفلات الأمني؟ صيع. My brothers. صيع. No Johnny. احنا في واحد نصب علينا في 100,000 دولار، وجايين بقى يا اما ناخد ال 100,000 دولار بتوعنا منه او ناخد عمره. Who's that idiot؟ مين اللي قدر ينصب عليكم في 100,000 دولار؟ We don't know man. انت يا جوني. You me؟ طب بالاذن انا يا سيدوني. هاترس ما تسيبنيش. سيسي بوي. 100,000 دولار ايه اللي انا نصبت عليكم فيها دي؟ بتوع البيت اللي انت اشتريته مننا في امريكا، وبعد كده رجعت في كلامك وخدت فلوسك تاني. ما انا رجعت لكم البيت وانتوا رجعتوا لي فلوسي ناقص 20,000 دولار. مش اتفقنا على كده؟ ورجعنا في اتفاقنا. يعني احنا عايزين منك دلوقتي 100,000 دولار، يا تدفعهم يا انت عارف احنا ممكن نعمل معاك ايه. دي بلطجه، انتوا جايين تبلطجوا عليا؟ Yeah brother بلطجه. Hit 'em up boys. Don't ever mess with us, I dare ya. Look at you looking just like Sakura. Wearing yellow pants looking just like a fairy. Look at this hair looking like Mariah Carey. So who the hell do you think you are? You're nothing but a punk ass bitch. Into really, really بقحة. جايين تبلطجوا عليا. Waste my people. Your people?
هما فين your people دول؟ He must be talking about the sissy boy that just ran out. Yeah, that's what I'm talking about, baby. إيش كنت تقول يا جون إن حدك الضيوف كنا عملنا معاهم الواجب؟ My brother, my gangster. دول مش ضيوف يا كبير. دول عصابة وقاعدين يبلطقوا على عينه وسطكم. جوني 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 عيب كده يا مان. احنا جايين هنا ناخد حقنا. حق ايه بلا مؤاخذه؟ انا اقول لك يا كبير، اول ما نزلت امريكا اشتريت منهم بيت ب 120 الف دولار، وبعد ست شهور رجعت لهم البيت ورجعوا لي 100 الف دولار بس. كده يبقى ليهم عندي حاجه؟ عندك العيب يا ولد ابوي، ده انت كده ليك عنديهم. قول لهم ايوه، بس البيت ده اتهد بعد ما انت بعته لنا بشهر. اتهد ليه؟ دخل في تقسيمه المحور بتاعه الحكومه هناك، كانوا عايزين نزله الدائري تنزل شقطه كده على كنتاكي. واه، وانتوا عيداكم في امريكا في نزله مخصوص من الدائري على دجاج كنتاكي؟ كنتاكي دي ولايه، ولايه يا كبير. بس وجت المحافظه بقى وايه؟ شالت البيت. طب ما اكيد الحكومه هتعوضكم، ما احنا كمان كان حدانا ارض في صفط، الحكومه بنت فوقها الدائري، بعدين خدت منا حتة الأرض ودتنا بدالها منتجات من عمر أفندي. كفاية فضايح، خلاص كفاية فضايح. وانتوا ما عندكوش عمر أفندي في أمريكا؟ لا، عندنا الصالون الأخضر. طب أنا مالي ومال الحري ده كله؟ مالك إزاي يا برينجي؟ أنت أكيد كنت عارف إن الحكومة هتهدوا عشان كده بعته لنا. والله العظيم أبدا، I swear. صادق يا ود أبوي، صادق من غير حلفان. إلا قول لي اسمك إيه؟ إم سي سمير، إن ذا هاوس. What's the point, man? What the fuck you laughing at? وانتو حداكم سمير في أمريكا؟ هو أنا من الأصل مصري، من القلعة، بس عايش معظم حياتي في أمريكا. طب اسمع يا أبو سمرة، فلوس مفيش، وإذا قليت عقلك وجيت هنا وقليت حياك ما يحصل لكش طيب. يعني نعتبر بقى كده أن انتو نصبتوا علينا في الفلوس. عاوز تعتبرها نصبايا؟ اعتبرها، وأعلم في خيرك اركبوا. اللوكو يا سيدي. بص بقى، انت شكلك كده مش عارف انت بتتكلم مع مين. Boys, let's show them how we roll in this crew. Oh my god! BNC! ياسر! والله انت اللي كنك ما عرفتش بتتكلم مع مين. Boys. It's bounce. الموضوع ده لسه ما خلصش. To be continued, punk! أبو تعالى كل يوم يا أبو سمرة! يا سيدوني أنا مسوسو بوي، أنا شفت العيال دول عينيهم حمرت وحندرت عليك، والواد ام بي سي ماكس ده قال إنك نصبت عليهم، قلت العيال دول قاصدين شر. تقوم تسيبني لوحدي، صح؟ تسيبني لوحدي عشان قاصدين شر! مبدئياً ما اسموش دبليو سي أمير، اسمه ام سي سمير. تاني حاجة، العيال دي سيس اساسا، لما كنت في امريكا ما كانوش يجروح يبصوا في عينيا. ايوه يا سيدوني، بس برضك الكتره تغلب الشجاعه. انت متخلف يا ابني؟ تقوم تسيبني لوحدي عشان الكتره تغلب الشجاعه؟ وانا رحت انده للكبير عشان نبقى كتير. انت لسه مألف الكلام ده دلوقتي حالا، انت كذاب. والله ابدا يا سيدوني، انا رحت انده الكبير قبل لما اخذه ما يعملوها معاك. ايه اللي يعملوها معايا؟ السليمه. يعني ايه السليمه؟ الا بالحج يا سيدوني، صح الجماعه الامريكان اللي وصلوا المزاريطه جولك اتدوروا وحطوا عليك. حطوا على ايه؟ حطوا عليك. ايوه كمل، ما تتكسفش، احنا اخوات. حطوا عليا ايه؟ حطوا عليك يا سيدوني. انا فاهم، حطوا عليا ايه بقى؟ يعني كيك يور فاس. ايوه هي دي، كيك ماي فا. بصوا يا جماعه، واضح ان في اشاعه طالعه، وعايز اعرف مين اللي مطلع الاشاعه دي. هو في حاجه بتستخبى في البلد يا سيدوني؟ طب دي البلد كلها عرفت ان الجماعه الامريكان عملوا معاك الصح وجولك اتدوروا وحطوا عليك. او ماي جاد. يا جماعه يا جماعه، في ميس اندرستاندينج، بليف مي. لا بص، احنا لازم اغير الاتيتيود بتاعي معاكم. انا مش عشان بتعامل معاكم بطيبه وبشاشه زي الجولدن ريتريفر تاخدوا عليا. انا مش هفهم، انا ناشف جدا. العيال دي في امريكا كنت بديهم بالجزمه. What's that, Johnny؟ كنت بتقول حاجه؟ زبير، هات كراسي لضيوفي بسرعه. حاضر. طب استأذن انا يا سيدوني. تستأذن؟ امال انا برغي معاك بقالي ساعة في ايه؟ ذاكرتك زي الجولدن فيش. يعني ايه؟ ما انا لو هحكي لك برضه هتنسى. انا غلطان. الحاجة الوحيدة اللي عمرك ما هتنساها من النهاردة هي اسمك الجديد. سيسي بوي. سيسي بوي.
كده يا جوني، يعني احنا جايين نتكلم معاك بالهداوه تجيب لنا اخوك؟ مش انا اللي جبته، هو الواد ده. انا يا سيدوني. اخلص يا كلب، عايز تبوظ علاقتي باصحابي؟ على فكره هو اصله معذور لانه مجنون، اتولد عنده 6 شهور وسحبوه من ودنه فعضو الذاكره عنده باظ. بص اوعى تفتكر ان انت خوفتنا باخوك الكبير ده. احنا لاخر مره مشينا وما عملناش مشاكل، بس انت عارف كويس قوي احنا ممكن نعمل فيك ايه. بكره تبقى $100,000 عندنا. بيس يا مان. بس مشوار البنك لوحده بياخد يوم، وبكره السبت. This is your problem. اتصرف. Okay. See you tomorrow. See you guys. على فكره ده مش تهزيق، ده في امريكا ما بيحط لي الدومنه في الشاي معناها زي السكر، رمز يعني انت راجل زي السكر. بجد؟ طب ما ليه؟ جرب دوق. حلو صح يا سيدوني. متخلف. خلي بالك من العالم النقرز دول يا كبير، دول ما سهلينش، ما تأمن لهمش واصل، دول لما يناوموا الأمريكان من المغرب. كلام ده هناك كهيتي عداهم، دول شوية عيال صيص، أنا جري النقارزة كلاتهم لحالي وببلدهم وبخرزاني. في يا جماعة؟ هنقعد نرغي في المرغي ونحكي في المحكي؟ ما تخلصوا، عايزين نشوف هندي العيال دي فلوس ولا هنعمل ايه؟ ندي مين فلوس يا هاد؟ هنديهم بالجزمة؟ هما فين دلوك؟ لسه سيبهم في القهوة. طيب خليك انت قاعد هنا وانا انزل اتصرف معاهم. اوكي. ينفع كده يعني يا سيجوني؟ انت اهلم قاعدك هنا يا هاد؟ مفيش يعني احتمال، بس اقعد افضفض شويه مع هدايا في شويه حاجات مضايقاني ليتلي. شيز جود لسنر باي ذا واي. بالك يا هاد لو ما مشيتش دلوقتي هتلاقيك بخلقه مزفره وارميك فوق الكوله قدامي يا لط. خلي بالك من نفسك يا كبير، جيب العواقب سليمه يا رب. Go city boy. تعمل ايه يا جدع؟ حسيت هو تعمل ايه؟ انا مش قلت لك يا دي ابو سمره لو قلت حياك هنا مره ثانيه ما يحصل لك شيء زين؟ الموضوع ده بيني وبين جوني، يعني انت تخرج نفسك منه، ولو لمستني كده تاني I will kill your ass bitch. Drop him boys. Drop him. Drop him man, that's all right man, I got this. I'm gonna kill him lyrically. سمعت؟ بيقول ايه الواد؟ خلي الهومي بتاعي يقطعك راب. Give him son. قول يا ولد ابوي. My motivation for not racing to different places, doing the mess, pacing demonstration of Egyptian nation. Here from the simple basis, I ain't a bitch and that's some shit implemented from home bases through our aces. We gon' face it, that's how the races, we locked in cages. And I ain't talking prisons, I'm talking mental status, that's how the major places. And yes, the world degrades, but we still sitting there with our fingers in the air screaming out, forget all haters. Yeah. Yes, sir. Yeah, yeah. Yeah, yeah. اسمع مني كلمة يمكن منها تستفيد، للصعيد لغة ملهاش أي علاقة بحديث، لو سمعت مني تبقى ديت معناها رن، مش ههزر سلاح بالإنجليزي يعني جن، خذ لك مني ألف ساتر شوف لك خن واستقن، لأني لو شفتك ساعتها ده معناه تفصل كفن، ولو فلتت من العيار حياتك تنقلب محن، وتقول يا ريتني كان صبني العيار ده الموت أكيد حن. عاشق كبير. اسمع يا ابو سمره، معاك لحد بكره الصبح، قسما عظما لو شفت خلقتك ولا واحد من العيال السيس دول معاك هنا في المزاريطه لنلفكم في افترض دي اتش ال وارميكم على امريكا. غور ولا لا؟ This ain't over, punk. Let's go, boys. I'll see you later, sissy boy. كف. صب لنا دور شاي كمان يا شيف. لا ما تعملوش حساب انا في الدور ده. ليه يا مجابل؟ ده احنا ما شربناش غير 15 كوبايه بس. اصلا انا لما بشرب شاي كتير
خايف ما يجينيش نوم؟ على راحتك يا عم جاب. طيب استأذن احنا بقى. ها طيب يا عم جاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. هو الباب منين؟ ده يا عم جاب. هي راموس انده زمايلك انده زمايلك اشرف يا فزاع يا عنجيب نسيت حاجة اللي تعالوا عايز اقول لكم حاجة اجيتين ما كنا قاعدين مع بعضينا لازم تهيئ المشورة دي تعال يا بلط منك لا تعال نشوف عاوزين يا اشرف يلا نشوف ايه يا عم جايبك فيه ماله ايه عايز تلعب افلام طب كنا قاعدين بنشرب الشاي كنا لعبنا افلام كيف ما انت عاوز فيلم ولا مسرحيه فيلم كلمتين عرفتها اتنين في مهمه رسميه قصد اربع في مهمه رسميه وبعدين عم جايب ما قصدوش كده واصل انا اقول لك تنينيه تنين على الطريق يا ابراهيم لونجر يا كبير يا كبير ما تقوم تقول لي ايه اللي حصل اقول لك ايه يا ولي ما تفنيش النعنس رحت فضيت الحكايه رحت لهم قلت لهم يعاودوا من مطرح ما جو ايوه يعني ايه اللي حصل بالضبط رحت لهم قلت لهم يعاودوا من مطرح ما جو رحت لهم فين القهوه وقالوا لك ايه قالوا لي ماشي as you like قالوا لك as you like ايه بعدين معك يعني قالوا لك ايه ايه يا كبير عاوز افهم بكرة لما تكبري افهمك على كل حاجة ما بكراشي انا هندل دلوق واعمل لك فنجان قهوة كده عشان تصحصح لي وتحكي لي ايه اللي حصل فكرة زينة يلا ندل ماشي اقول لك بدل الفنجان خليهم ثلاث فريجين ولا اقول لك ثلاث مجات المجات قد واحد على الريحة واحد زارد واحد ما زارد شيء ماشي عشان تحكي لي الديتيلز ابقى شوفي من اللي يشرب القهوة تيك زاردي الراحة يقطع المبيلات على دقاقة كأن الواحد بعرفش ينام الليلة دي أيوة إيه يا كبير صحتك من النوم ولا إيه أنت لسه ترغي استفض يا أنت مين وعايز إيه أنت اللي عايز مني يا كبير أنت صح أنا عاوزك تقفل عشان أتنيل ونام يعني أنت مش عايز تعرف أنا معايا إيه يا كبير لا ما عاوزش عاوز أنام بس أنا معايا مراتك هدية يا سيدي ربنا يبارك لك ايه مرتي بس ما تخافش she's fine انت مين يا هاي انا ام سي سمير لو عايزنا رجع لك هدية تجيب $100,000 بتوع جوني وعليهم $100,000 تانيين من عندك يا كبير بكرة اكلمك واقول لك تجيبهم لي فين يا مين ها وطبعا بقى مش هقول لك الكلام المعتاد عارف باقي هتقتلها وتلعب في عداد عمرها والحاجات دي انت اكيد فاهم كده كويس تقتل مين يا هدير يا ابن الصرمة اسمع يا هاد لو حد فيكم لمس هدية ولا هو بنح ألو دبينا بقمر طافح اللي هيقرب مني هفط في كرشه تعالوا كويس الحقوني فاينلي مان وقال رأسي This woman is the diablo Come on man يلا يلا Let's bounce Yo B You stay with her Keep an eye on her crazy Yeah وبكده انا بقى قفلنا $200,000 طب بعد ما المؤاخذه يعني هو الدولار قطع كم مصري؟ ما يقطع لي قطعه كبير، المهم عندك هديه ترجع ولا الدولار قطع كم؟ ما تغلطنيش يا ولد ابوي، انا ما قصديش كده انا بس يعني كل قصدي ان جوازتي من هديه كلاتها ما كلفتنيش 8000 جنيه، ادفع فيها فديه $200,000 ده هي هديه ما شفت الدولار ده غير في التلفزيون معلش يا كبير اعتبر فلوسي عندي انا برجعها لك بعدين طب اسمع انا جاتني فكره ايه قولك
نوفروا الفلوس دي، نديهم شنطة كلها رزم بيضة ورق أبيض، ونحط فوق كل رزمة فوق $100 ومن تحت $100. فنتفاس فما أوتوا هدية يا أخي. توف من خشمك يا أخي، إن شاء الله تعدي عليهم. يا كبير الحاجات دي ما ينفعش نتعامل معاها بالهبل ده، لازم نحسب كل حاجة كويس. الغلطة بفورة، دول عيال قتلين قتلة. رقم غريب كأنه هو. ألو، تعرف يا ياد لو لمست مرتي أنا أكلك بسناني. ايه الو، قفل ابن الزبط. قال لك ايه؟ قال لي اطلع له على طريق جنة واكون لحالي. اسمع كلامه يا كبير، مش عايزين مشاكل، عايزين هدايا ترجع بالسلام. يعني ندفعوا له $200,000؟ امال هنعمل ايه يعني يا كبير؟ اسمعني زين، انت مش هتعمل حاجه، انا اللي هعمل. خبيث يا هدية، انت مالك منزك فيها ليه كده؟ سوري يا مان، ما كانش مش قصدي يعني. شفت بقى يا كبير، مش كنت ريحت دماغك من الاول وسمعت كلامي واديتني الفلوس اللي انا عايزها، كان الموضوع خلص من غير مشاكل. هناس معلش، انا ما يعرفك يجهلك. يعني الفلوس في شنطة العربية. هوري اب، يا جواليس الطير. في حاجة يا كبير؟ لا 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 لا، شنطة بس تقيلة، يعني $200,000 كلاتهم شلانات وبرايز. سن عندك، سلمني هدية الأول أسلمك الفلوس. إيه يا مان، مش مملنا ولا إيه؟ لا بس كده هنبوظ الخطة. خطتي أنتوا أربعة، أنا لحالي، شو ضمني؟ ايه الصوت ده؟ لا السيارة تعمل بالجاز. لا 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 لا، الصوت مش عادي، جاي من ورا العربية. يو go check the sound out man. Oh my god, there's two guys in here. Two guys in here. Two guys in here man. You what? سيب هذه اللي تخرب النار. مين ده؟ ايه صوته؟ اهدى كده يا كبير وارمي المسدس. بيانسي ها قديمة يا باشا. نيكي مناش، نيكي مناش. هلأ اتلا في مسدس فزاع، هيرجعوني لأيام الشقاوة تاني. جاهزة يا هدية؟ جاهزة يا كبير. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بحبك يا جوافة المستكاوي. وانا كمان يا روح قلب الجوافة. يا بوي ليش تمشيك؟ استأذن انا بقى كبير. نورت الله يخليك، انا خلاص ظبطت الدنيا والدنيا تمام وعشرة على عشرة. تسلم يا كبير العضه دي، احنا وصلنا ولا ايه؟ الواد ده حرامي، سرق مني 4000 جنيه وسرق جزبتي وانا بصلي الجمعه، وهو الوزي العيال دول يخطفوا هديه. ليه يا كبير؟ يلا قرب قدامي، قرب انت هتتكلم. يا دلو سطين تعالى. I'm calling Obama. شياك امشياك. Wait. Where's Nicki Minaj? دخلت عليك يا اد، دخلت عليك. I was Nicki Minaj. اسم الله عليك.